اليوم بالنسبه للبوطه كنا كنبيعوها ب 41 درهم و 30 فرنك، والحكومه زادت فيها 10 درهم، يعني غادي تولي ب 51 درهم و 30 فرنك. يعني 10 درهم اللي تزادت في الكبيره، وهذا هو الثمن. تنتمنوا ان شاء الله بالنسبه للصغيره يمكن زادوا فيها 2 درهم ونص. وللاسف الشديد اللي كيحز في النفس، ما كايناش واحد المقاربه تشاركيه بيننا وبين الشركات اللي تيوزعوا. اليوم اتصلت بواحد المجموعه ديال الشركات على اساس انهم يعطيونا الثمن. كاين اللي جاوبني على اساس انه غادي يكون واحد الاجتماع في العماله في القسم الاقتصادي، ولحد الان مازال ما توصلنا حتى شي حاجه. اللي فهمنا من المقصود ديال 10 درهم هو انه البوطه كنا كنبيعوها ب 41 درهم و 30 فرنك، اليوم تزادت عليها 10 درهم اللي زادت الحكومه، يعني ولات ب 51 درهم و 30 فرنك. الحمد لله حنا اللي فيها الخير للبلاد مرحبا، ما عندنا حتى شي اشكال. انما اوصي واؤكد على جميع الشركات انه الربح ديال البقال خصو يكون ربح معقول للمهام والعمل اللي تيقوم به على احسن وجه. كيتزادوا علينا الفلوس ولكن الهامش ديال الربح كيبقى هو هو. وللاسف الشديد كنعانيو مع بعض الشركات اللي اليوم كيضربوا بعرض حائط العمل اللي كيقوم به التاجر والجبار تقريبا من 8 الصباح حتى 12 الليل، اللي ولاو كينقصوا في الهامش ديال الربح ديالو. كنظن بانه بكل صراحه حنا عندنا الشعار ديال رابح رابح، وهذه المؤسسات او هذه الشركات اللي ما كتفكرش يعني في الربح ديال البقال وفي الربح ديال التجار بصفه عامه، كنظن راه ما غادي تربح والو. حنا الشعار ديالنا رابح رابح، الى اليوم كتخمم ليا على اساس انه نربح حتى انا غادي نخمم لك باش انت تربح. واللي بغيت نضيف راه حتى حنا مستهلكين في اي حاجه، يعني حتى حنا راه كنستهلكوا لا الغاز لا واحد المجموعه ديال السلع، يعني هادشي كينطبق علينا جميع، لا حنا كتجار ولا الزبناء ديالنا. وبالتالي الحمد لله اللي فيها الخير للبلاد حنا معاها ماشي ضدها، ولكن اليوم بكل صراحه كنطالب بواحد الهامش ربح اللي معقول. راه التجار كيأديو واحد الواجب للساكنه بكل صراحه اللي ماشي ساهل. راه كاين اللي تيكريدي جوج البوطات ثلاثه البوطات في الشهر، والربح ديالهم اللي جد جد هزيل. يعني كنقدم واحد الخدمه جليله، ما يقدرش حتى شي حد ياخذ المسؤوليه باش يفرق هذا الغاز او واحد المجموعه ديال السلع اللي كنقدموا. يعني تقريبا الاغلبيه ديال الجيران ديالنا او ديال الحي تيلقاو الملاذ الوحيد البقال هو اللي تيفكهم من المشاكل اللي كتكون عندهم. احنا اليوم بسبب هذه الزياده اللي كاينه في البوطه يعني متواجدين في الميدان، تندوروا تنشوفوا يعني التاثير ديال هذه الزياده على المستهلكين، وايضا المخلفات اللي غتخلف اللي غتؤدي ليها على مجموعه من العمليات اللي تخدم فيها وتستعمل فيها البوطه. احنا اللي غنقولوا ان البوطه هي ماشي زياده فيها بوحدها، هي يعني واحد المسلسل كبير ديال الزيادات، الشيء اللي خلى يعني التدخل ديالنا كجمعيه حمايه المستهلكين في الموضوع ديال البوطه يعني حازم باش نوقفوا على هذه العمليه هذه، خصوصا اننا تعرفوا زياده في مجموع تعرفوا يعني هذه الزيادات يعرفوا تاثير على مجموعه من المواد. الى جينا ناكدوا ان الزياده اليوم في القهوه وصلت 40 45%، الزياده في الخضر كلشي تعرفها، الزياده في جميع المواد الغير مسعره فراه هي واضحه للجميع. وصلنا اليوم للمواد اللي هي يعني مدعمه واللي هي محدده في الثمن ديالها بسبب الدعم اللي تتعرف. البوطاغاز يعني الزياده ديالها غيعرف اكيد يعني تبعات على وتاثيرات على مجموعه من المواد، اكيد غادي يكون زياده ايضا على مستوى المواد الانتاجيه الفلاحيه. تنعرفوا ان الفلاح الصغير تيستعمل على الاقل 10 حتى 15 حتى 20 بوطه في النهار، هاد 10 حتى 15 بوطه يعني لو 21000 فرنك في النهار ولا 100 درهم حتى 200 درهم في النهار، يعني واحد 3000 درهم حتى 6000 درهم في الشهر. هاد الزيادات كلها نتسناوها في السوق على المواد والمنتوجات الفلاحيه. هاد التبعات هادو حنا كجمعيه حمايه المستهلك اللي تدافع على المستهلك تنقولوا ان الحكومه خصها تراعي وتعرف ان المعيشه اليوم زادت بحوالي 30 حتى 35% على المعتاد. هاد الثلث في الزياده يعني الموظف اللي كان يتقاضى 3000 درهم في الشهر يعني في الطبقه الوسطى راه اليوم خاصه يعني 4000 درهم في المنطقه. المواطن العادي اللي كان يتخلص المياوم اللي كان يشد 30000 في الشهر اليوم باش يعيش المستوى ديال العيش الماضي خاصو يوصل 40000 في الشهر. اللي كان يتقاضى مثلا 90000 ريال خاصو يوصل دابا
6000 درهم في الشهر. حنا نتساءل الحكومه واش خدات الترتيبات في التعويضات على لهذه الطبقه المتوسطه في الاجور ديالها بقدر الزياده اللي كاينه في السوق. هذا الشيء اللي مازال ما بالينا اليوم هو اللي مازال ما لمسناه، بالاضافه للامور ديال سبب الزياده هو هذه المساله ديال 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 الدعم اللي طلقته الحكومه. واش هذا الدعم غيغطي هذه الزيادات اللي تزادت في جميع المواد؟ اليوم حنا ما تنهضروش على البوطه بوحدها كما قلت، تنهضروا على مجموعه من المواد، والمواد الاساسيه اليوم اللحم وصل 130 درهم 140 درهم، في حين كان في 90 درهم و80 درهم، يعني 50 درهم ديال الزياده في الكيلو ديال اللحم، بحال البقري زاد فيه 40 30 درهم في الكيلو ديال اللحم. هذه مساله خطيره، ما غنهضروش على 10 درهم البوطه بوحدها. حنا نثير انتباه الحكومه ان هذه الزيادات راه هي تتاثر مباشره على الاستقرار المعيشي ديال المواطنين، طلع عندها واحد تاثير كبير على يعني الصحه ديال المواطن، يعني غيبدا يستهلك ماشي بالكفيه الصحيحه، وغيكون عنده تاثيرات على الصحه ديالو، وغيكون عنده تبعات نوع المنتوجات اللي غادي يستهلك في البيت ديالو غيولي يقضي باش ما كان. وهنا الدوله غتطيح في اشكالات اخرى مهمه وخطيره هي الصحه ديال المواطن، وغنبداو نتلقاو الحالات خطيره في المستشفيات ديالنا، تبعات على مستوى تاثير على الاسر والاستقرار ديالها، غنبداو نتعرضوا لواحد العدد ديال الاشكالات اللي حنا في غنى عليها. دونك هنا كحمايه المستهلك نثير انتباه الحكومه ان هذه الامور هذه راح ستؤدي الى خروقات. حنا تنهضروا على الزياده اللي جات من الاصل ديالها، ربما حنا نقولوا ان التاثير ديال هذه الزياده غادي يكون حتى على الاستعمال ديال الغدد مستقبلا. ماشي على جميع المواد تماما، يعني هذا